انطلقت جائزة سلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في عام 2010، وتنظم مرة كل سنتين منذ عام 2014. تعتبر الجائزة أعلى جائزة تمنح للمؤسسات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي. بلغ عدد المشاريع التي شاركت في الجائزة منذ انطلاقها ما يقارب 300 مشروع إلكتروني متنوع. تنافس 83 مشروعاً حكومياً إلكترونياً على الجائزة في دورتها الأولى عام 2010. وصل عدد المشاريع المشاركة في عام 2011 إلى 44 مشروعاً، وارتفع في عام 2014 إلى 54 مشروعاً مع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووصل عدد المشاريع المشاركة في عام 2016 إلى 64 مشروعاً متساوياً بذلك مع عدد مشاريع العام الحالي 2018. تسعى هذه الجائزة لتحسين نوعية الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، وتحفز الجائزة أكثر من 160 مؤسسة على تقديم حلول إلكترونية ذات جودة وكفاءة. وقد شاركت 33 مؤسسة في التنافس على الجائزة عام 2010، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 39 مؤسسة مع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ووصل العدد في عام 2016 إلى 38 مؤسسة. أما في العام الحالي 2018 فقد ازداد عدد المؤسسات المشاركة ليصل إلى 42 مؤسسة مختلفة. وبهذا تساهم الجائزة في تطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية على مختلف الأصعدة، لتتكامل جهودنا معاً في مسيرة متواصلة إلى دور الإجادة.